في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون كما قال ابن عباس أي يوحدون. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. فعليك يا عبد الله أن تعرف دينك الذي خلقت من أجله، ولا تجعل إله مع الله، والإله هو الله وحده. ولا تدعو الشيخ، ولا تدعو المكاشف، ولا البرعي. هسدا دجد دجد بيقدر يجيب البرعي، بيقدر يجيب المكاشف. دجد قائم بإذن الله سبحانه وتعالى، ما قائم بإذن البرعي، ولا بإذن المكاشف، ولا بإذن الصامدين، قائم بإذن الله سبحانه وتعالى. والله يا محيدنا رش توحيد، ما عندنا شغل مع يزول في المزارع في أي فدة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. وأي محيد مسجد، ربنا قال، الرسول قال: جعلت الأرض مسجدا إلا المقبرة والحمام. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الليلة الناس اللي يعلقوا الحجابات، شوف زول يعلق حجاب هنا يقول لك ده بينفعني وبيحفظني، ولا بينفعك ولا بيحفظك ولا بيعملك ولا أي حاجة، بس انت أخذت لك حاجة ساي. يا زول يا عليك الله، اتق الله يا يمش الزول اللي مش لابوه البرعي، ايش في قبته يتمردك بالتراب، يسيف التراب، يا اخي التراب ده بيضرك، ما بينفعك، بيضرك زياده، ما بينفعك، ما خدش لك قوه، ختمك والله نخلق بيعمل لك حصى والله الا يجننك نهايه. يا اخي والله الشرك ده يا جماعه الناس تجتهد، الصفوف البنزين والعيش ياخذ كله بما كسبت ايدي الناس. يا اخي خير المشركين اللوائد، ما خير المشركين ده. ده يقول لك في الرخاء وفي الشدة تدعو منه، تدعو البرع، وده لك قال ربنا قال عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الكفار الأوائل كاركبوا في الفلك في السفينة بدعوا الله مخلصين له الدين، كما ما دعوا ساي مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ده لا بعرف ولا أي حاجة، لا بعرف الله، ولا بعرف المشركون، ولا بعرف حاجة، بس بيقول لك في رخاء وفي شدة. الصوفي قال: إن كنت في هم وفي غم فقل يا مرغني آتيك من كل شدتي. والله كل شنو ما عارف يا أخي، نحن ندعوك تقول لي يا الله، ما تقول يا مرغني. والله يا مرغني يا أخي، مرغني ده بيموت، كل نفس جاهد الموت. ها بعد مرغني ده يموت، هل بيرحمك منه؟ ها الرحمة كلها بيد الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، والسلام عليكم.